طيب تعالوا بقى نبتدي مع حضراتكم سلسلة أخبارنا، وعايزين في البداية نتكلم معاكم عن مصطلح كده اسمه الدور المجتمعي. جملة شائعة جدا جدا جدا، وخصوصا في دول الغرب على الصعيد الشركات والكيانات المختلفة، وكمان على الصعيد الشخصي، يعني كل شخص أو كل مؤسسة بتقوم إلى جانب دورها الاقتصادي أو الرياضي أو أيا كان مجال عملها، بتقوم كمان بدور اجتماعي تنموي خدمي. ده شيء طبعا في منتهى الأهمية، مهم جدا أن المؤسسات والكيانات الكبيرة يكون ليها دور مجتمعي حقيقي. وأفضل مثال نتكلم من خلاله عن العنوان ده وعن الموضوع ده هو النادي الأهلي، اللي هو الحقيقة مش مجرد نادي رياضي يعني فقط، لكنه مؤسسة كاملة وشاملة رياضية وتربوية واجتماعية وثقافية، وليه دور فعال جدا في المجتمع المحيط فيه، ودايما ما بيتفاعل النادي مع قضايا المجتمع المختلفة. الدور ده كان من النقاط الأساسية اللي ركز عليها مجلس إدارة النادي طبعا برئاسة الكابتن محمود الخطيب منذ توليه المسؤولية، انطلاقا من دوره في خدمة المجتمع وقضايا المجتمع. ليه بنقول لحضراتكم الكلمتين دول؟ لأن الأهلي الحقيقة طوال سنوات نشاطه لم يدخر أي جهد في تسخير كل إمكانياته لأي نشاط مجتمعي. دايما بنكلم حضراتكم ونقول لكم خبر عن ان الاهلي استضاف فعاليات ما، اما خاصه بذوي الهمم او خاصه بالاطفال الايتام او 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 الى اخره، والانشطه كتير جدا. الحمد لله دايما جهد النادي الاهلي ومجلس الاداره بيجد صدى طيب جدا لدى المجتمع بشكل عام، ويمكن عشان نابع من القلب شو كمان، لانه فعلا عمل انساني نابع من قناعه باهميه الدور المجتمعي للنادي الاهلي، اللي لو اتكلمنا عنه الحقيقه محتاجين حلقات وحلقات. بتفق معاك، ويمكن زي ما انت قلت كده في البدايه الدور المجتمعي او المسؤوليه المجتمعيه مش الاجتماعيه، لان في فرق بين المسؤوليه المجتمعيه والمسؤوليه الاجتماعيه. بنتكلم عن المسؤوليه المجتمعيه او الدور المجتمعي، ده فعلا مصطلح في الغرب يعني سبقنا بفتره طويله جدا، لكن هو مؤخرا برضو بقى موجود عندنا. وهي فكره هنا ايجاد الثقافه اللي من خلالها انت بتعمل على ترفيه المجتمع، مسانده المجتمع، الاهتمام بالفئات الهشه، بناء المستشفيات، المدارس، مساعدة الطلاب في أعمال البحث العلمي، يعني أي شيء بتقدمه لصالح هذا المجتمع أن هو يتحسن ويتقدم. هو ده المصطلح اللي احنا بنتكلم عليه، واللي زي ما كريم قال احنا حريصين جدا في النادي الأهلي كمان على تفعيله. ويمكن كابتن الخطيب كمان تحدث أكتر من مرة عن أهمية الدور المجتمعي وإزاي النادي الأهلي كمان بيهتم بيه. وبنتكلم هنا الإدارة كمان التنفيذية للنادي دايما بيأكد على أن النادي على أتم الاستعداد للقيام بمزيد من الأنشطة لخدمة هنا المجتمع. ويمكن ده كمان ظهر مثلا بشكل واضح من خلال تدشين هنا مؤسسة النادي الأهلي اللي اتكلمنا عنها قبل كده للتنمية المجتمعية اللي تم إشهارها عشان تبدأ بقى ضمن البرنامج الانتخابي لمجلس الإدارة الحالي. كمان النادي خليني أقول لحضراتكم بيقوم بأنشطة كتيرة جدا اجتماعية لدعم ذوي الهمم زي ما كريم قال والأيتام من خلال اللجان المختلفة والإدارة التنفيذية للنادي. امبارح بقى على سبيل المثال خليني أقول لحضراتكم، يمكن أنا وكريم كمان كنا في النادي وشفنا ده بعنينا وتصورنا مع الأولاد، كان في جولة لجمعية أولادي للأيتام في النادي الأهلي اللي استضافهم في إطار الدور المجتمعي والأنشطة المختلفة اللي بتتم في التقرير ده، ونرجع نكمل. والله احنا بنتقدم بالشكر والتقدير طبعا في المقام الاول والاخير للعميد محمد مرجان مدير تنفيذ النادي الاهلي واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي على استضافتهم لابناء جمعيه اولاد الايتام المعادي اللي شرفوا مصر في بطوله كاس العالم للايتام في بولندا، واللي كرمهم السيد رئيس الجمهوريه والسفير المصري في بولندا، والقنوات الفضائيه والصحف كلها اتكلمت عنهم. احنا جمعيه اهليه، والجمعيه الاهليه دي عندنا ابناء من الصف الابتدائي لغايه الجامعه. انا عاوز اقول لحضرتك ان الاولاد بيعشقوا حاجه اسمها النادي الاهلي، بيعشقوا حاجه اسمها النادي الاهلي. يعني جميع صور لعيبه النادي الاهلي معلقه على الحوائط وجنبيهم على السرير. والله هو حضرتك انا كنت وعدهم بزياره ذاتيه، يمكن هم الناس كل الولاد عندنا كلهم اهلاويه وبيحبوا وبيعشقوا النادي الاهلي وعارفين يعني ايه كان النادي الاهلي، فهم كان لازم يزاروا ذاتيه عشان احنا مشتركين في دوري فمحمل عليهم جامد، فكان لازم يزاروا ذاتيه. الكوره بحب الكوره جدا، ما فيش حاجه بعملها غير الكوره اصلا. ايوه مبسوط لها جدا النادي الاهلي.
الحقيقه حاجه جميله جدا وانسانيه جدا ورحيمه جدا، وحاجه مش جديده ومش بعيده عن النادي الاهلي. والحقيقه الاطفال امبارح زي ما شفناهم يا نهاوند حقيقي مبسوطين، مبسوطين جدا يا كريم. وانا قابلتهم قدام التتش بالظبط من الملعب، وكان وقتها الفريق الاول بيستعد بقى علشان المران بتاعه، وبعض اللعيبه كانوا موجودين جوه الملعب. وعايزه اقول لك كانوا الاطفال دول واقفين على السور بتاع الملعب وبينادوا على اللعيبه عايزين يتصوروا معاهم، اللعيبه نادوهم دخلوهم وتصوروا معاهم. يعني كانت حاجه او روح جميله. حلو ان انت برضو تشوف كده طفل صغير مبسوط او بتجبر بخاطره زي ما بيقولوا. عايز اقول لك الزياره دي ممكن ما تعرفيش، ممكن يبقى لها مفعول السحر عند حد من الاطفال دول، وفي يوم من الايام تتفاجئ بان الطفل ده لاعب عالمي. صحيح. والزياره دي كانت حافز ليه وحببته في الرياضه اكتر وحببته في ايقونات الرياضه في النادي الاهلي. صحيح. فيعني عالم، بس هي في كل الاحوال كانت حاجه جميله ويوم جميل الحقيقه.